السؤال أيضا يقول: هل البيع بالمزاد العلني المسمى الحراج هل يعتبر من قبيل شراء الرجل على شراء أخيه المنهي عنه أم لا؟ الصوم على الصوم فيه تفصيل، إن كان المزاد لا يزال مفتوحا والسلعة ينادى عليها ويطلب المزيد فلا بأس أن يزيد الإنسان على صوم الآخر، لأن الزيادة مطلوبة والمزايدة مفتوح بابها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يزيد، في بعض البيعات التي تولاها صلى الله عليه وسلم قال: من يزيد. نعم. أما إذا كان الصوم قد انتهى وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبيع على شخص وقطع الصوم وانتهى، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتقدم ويصوم على صوم أخيه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يصوم على صوم أخيه، هذا إذا انقطع السعر وانتهت المزايدة، نعم. أقفلت المزايدة، وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبيعها على شخص.